السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقعين open source وأونلاين وسهل جدا التعامل معاهم. بيدرسوا فكرة الفيضان، لو حصل ارتفاع في المياه ايه الأماكن اللي ممكن تتأثر على مستوى العالم كله. تقدر تحدد أي مكان أنت عايزه، تعمل سيرش عليه، هو يبدأ يجيب لك المكان. هنا مثلا بيقول لك قبل البري فلود بانل، وهنا ديورنج فلود بانل، هتبقى عاملة ازاي، وتقدر تحسب أنهي يوم، ويعمل لك الشارت بتاعتها. وهنا الليجند بتاعتك، وتقدر تتحرك كده، ولما تيجي تعمل زوم بيعمل في الناحيتين في نفس الوقت عشان تقدر تعمل مقارنة. وهنا تقدر تحدد أي دولة أنت عايزها، أنجولا مثلا. وتختار الليار اللي انت عايز تشوفها، التضاريس لو انت عايز تشوف التضاريس. نفس الفكرة هنا برضو، بتقدر تشوف مثلا لو المية زادت مثلا على حد معين تقدر ان انت تعدل فيها. طبعا تقدر تختار اي بلد من هنا، تشيلي مثلا، نجيب لك الخريطة بتاعت تشيلي، ويبدأ افترض ان المية بتزيد. مثلا هنا مفترض مثلا 18، فبيبدأ يقول لك المستوى الماء توصل لحد فين. طيب لو احنا قلنا مثلا لا، بدل 18 انش هنخليها 100 انش، فيبدأ يوريك تأثير المايه ممكن تتغرق اماكن معينة. بالشكل دوت تقدر تقول له 1000 انش. هسيب لكم رابط الموقعين اسفل الفيديو بحيث ان انتوا تجربوا.